السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قبل ما أبلش بهذا الفيديو شباب، بتمنى منكم تصلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الفيديو جايب لكم خيار مخفي جوا هاتفكم أو تطبيق جوا مخفي جوا هاتفكم، هو تطبيق كاميرا ثاني مخفي جوا هاتفكم المحمول. نعم شباب، مثل ما بنعرف نحن جميع الهواتف فيها خيار الكاميرا المعروف امامكم، لكن هذا بهذا الفيديو جايب لك تطبيق كاميرا مخفي جوا هاتفكم وله استخدامات ثانية غير الاستخدامات المستخدمة للكاميرا العادية، له استخدامات اخرى بنستخدمها وبتفيدنا بحياتنا اليومية. هذا الزر او هيدا الخيار او هذا الكاميرا موجودة بجميع هواتف الاندرويد، مهما كان نوع هاتفك نظام اندرويد موجودة في هي الكاميرا الثانية او الكاميرا المخفية. لتعرفوا هاي الكاميرا وين موجودة وشلون نفتحها، فقط ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ رجعت لكم من جديد. مثل ما ذكرت ببداية الفيديو، حاليا رح أشرح عن تطبيق كاميرا مخفي جوا هاتفنا. ما رح تصدقوا شباب عن استخدامه وطريقة استخدام هذا التطبيق أو هي الكاميرا المخفية، إلها فوائد كبيرة جوا هاتفنا المحمول. طبعا شباب، هذه الخيار او هذه الكاميرا مثل ما ذكرت بيشتغل على جميع هواتف الاندرويد، او هو مخفي بجميع هواتف الاندرويد مهما كان نوع هاتفك، سامسونج، تيكنو، بوكو، ريدمي، اي نوع هاتف موجوده فيه هي الكاميرا المخفيه. لكن شباب، قبل ما بلش شرح هاي الخطوه، بتمنى منكم اول شيء تدعموا قناتنا هاي لتوصل ل 2 مليون مشترك. نعم شباب، نحن هدفنا الوصول بهي القناه ل 2 مليون مشترك، لهيك أصدقائي بتمنى منكم تساعدونا للوصول ل 2 مليون مشترك في أقرب وقت ممكن، وبتمنى منكم أيضا تفعيل زر الجرس اللي موجود أسفل هذا الفيديو. طبعا شباب، بكل بساطة رحنا حتى نطلع زر الكاميرا المخفية فمنحتاج إلى أصبعينا، وبنعمل هاي الحركة بالشاشة أو بنكبر الشاشة بهذا الشكل، وبنضغط على التطبيقات المصغرة بهذا الشكل. بعد من هون رح ننزل الأسفل شوي شوي أو رويدا رويدا حتى نلاقي تطبيق اسمه المكبر. مثل ما عايزين أمامكم تطبيق المكبر، رح أضغط عليه ضغطة، أيضا ضغطة أخرى، أيضا إضافة إلى سطح المكتب. مثل ما عايزين حاليا ضاف خيار المكبر. هذا المكبر فيه الكاميرا المخفية، إذا بضغط عليه بيفتح لي كاميرا فيها العديد من الأشياء. هذه الكاميرا غير الكاميرا اللي موجودة بهاتفنا، أو استخدامها غير استخدام الكاميرا. هي مو خاصة للتصوير، هي خاصة لتكبير الأشياء ورؤيتها بوضوح أكثر. يعني بكل بساطة، إذا فعلت أنا خيار الفلاش، مثل ما عايزين أنا حاليا عندي قماشة حمراء، إذا بكبر الشاشة عليها فرح لاحظ مسام القماشة كيف وضح عندي بشكل كبير. أيضا إذا برجع للخلف وبحط إيدي على سبيل المثال يدي وبكبر الشاشة، لاحظوا كيف بجيب إيدي وبجيب المسام بشكل رائع جدا وبشكل واضح جدا وبشكل جميل. طيب، أنا بكل بساطة عندي العديد من الخيارات هون، إذا بضغط عليها عندي هون ألوان، ممكن معكوس، أبيض، أسود، أصفر، إلى آخره. في العديد من الألوان، وهون بقدر أتحكم بالسطوع وقللها وكترها، هون بالإضاءة أيضا ممكن أتحكم فيها. وبهذه الطريقة وبهذا الفيديو شرحنا لكم عن تطبيق الكاميرا المخفي جوا هاتفكم المحمول. بتمنى أن يكون أفادكم وعجبكم هذا الفيديو.